حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشه تسر اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبه قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبه فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير